السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات. فيديو اليوم مختلف كثير. فيديو اليوم على الاسئله اللي سالتوني اياه كثير. كذا شخص تواصل معي وطلب مني اني اعمل فقره اسئله واجوبه، وحكيت لكم عن هذا الشيء في فيديو سابق. فكثير منكم سالوني اسئله، فحاليا انا راح ارد اجاوب على الاسئله اللي انتم سالتوني اياه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. وإذا كنت أول مرة عم تتابعني، قبل ما نبلش الفيديو، إذا كنت أول مرة عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس لتشوف كل الفيديوهات السابقة وفيديوهات جديدة. وشكرا على دعمكم اللي عم تدعموني إياه، فبتمنى إنكم ما تقصروا مشان نحن كمان ما نقصر وياكم. وهلا خلينا مع نبلش بالأسئلة والأجوبة ونشوف شو عندنا أسئلة. لا السؤال الأول من لوفي كردي، تحياتي لك لوفي. السؤال بيقول: كم عمرك؟ أنا عمري 25، يعني بعد شهرين بدخل على 26. هذا السؤال كتير سألوني يا الشباب، فأنا عمري لا يعني بعد شهرين بدخل 26. السؤال الثاني من ابن كردش، حبيبي ابن كردش تحياتي لك. طبعا راح احط الاسئله كمان مع الاسامي كل شيء بالفيديو. ليش ما تسوي استديو معك محمد من عفرين؟ تحياتي لك محمد، وتحياتي لاهل عفرين. ليش ما تسوي استديو؟ استديو انا حاليا لسه قناتي صغيره، يعني ما فيها متابعين كتير، ما فيها تفاعل، ما فيها يعني ما عم تجيني حتى، يعني بصراحه مش انا اقول لكم انه ما في عندي ربح لحتى احسن من وراها اعمل استديو. فانا هاي الغرفه صغيره، فكنت بفكر اني اعمل فيها استديو. بس لما جيت وفكرت فيها وحكيت مع واحد كلفني كتير، لهيك ما عملت غير الديكور الصغير اللي بسيط من ورا. لهيك انا ما حاليا ما عم فكر اعمل استديو، غير انه بس يشتغل القناة شوي وتطور القناة بعدين اعمل استديو ان شاء الله يعجبكم. السؤال الثالث من عاشق ابن سوريا، تحياتي لك عاشق ابن سوريا. سؤال: ليش ما تطور الامفور؟ الامفور كمان الامفور على الامفور الثلجي، اذا قصدك على الامفور الثلجي، انا الامفور الثلجي صرفت عليه اكثر من 30,000 شده وما طلع لي الامفور. ايش قد صرفت عليه مصاري على صناديق الكلاسيك لحتى يطلع لي امفور ثلجي؟ ما طلع لي. اما الانفور الثاني حاليا انا عم مر بمرحله بظروف صعبه كتير، يعني ف ان شاء الله مع الايام راح اطورها. من هون لفتره ان شاء الله راح اطورها، وان شاء الله هلا عم دور على حساب، اذا لاقي حساب انفور الثلجي وانفور جوكر ان شاء الله راح اشتريه. فدعي لي اني لاقي حساب حلو. السؤال الرابع من قناة أحمد العلي ابن سوريا، حبيبي تحياتي لك. هذا السؤال كمان كتير سألوني عالم، وكتير قلت انه وين انا عايش، كاتب لي وين عايش. انا عايش بنرويج، بأوروبا بنرويج. ف هذا جواب السؤال، وكتير يعني سألتوني من قبل على البث مباشر، على لما نفتح بث مباشر على الرومات كتير عالم تسألني، فبرد بجاوب. فأنا عايش بنرويج. السؤال الرابع خامس، شيرزاد كوباني، ليش ما تضرب تحية لشباب الأكراد متابعك بابي شيرزاد من مندش؟ تحياتي لك وتحيات لكل واحد كردي عندي بصفحتي انه عم يتابعني. حبكم كتير، وانتو اهلي وناسي، اذا كنتو عرب ولا اكراد فنحن بالاخير اخوة كلياتنا، ما في فرق بيني وبينكم، وان شاء الله ما راح يكون في فرق. فانا يمكن شيرزاد عم يسالني على الفيديو اللي نزلته امبارح، لانه نزل معي سكواد عراقي فاعطيتهم تحيه. فان شاء الله بس ينزل معي سكواد كردي كمان بعطيهم احلى تحيه، وهلا بعطيكم احلى تحيه. بحبكم كتير، كلياتكم جوا قلبي حبيبي. السؤال السادس من ايمن سيد، ليش ما تقدم شيء للمتابعين غير اللي قدموه يوتيوبرين باقين، يوتيوبرية باقين؟ قدم شيء ما حدا قدمه، شيء مميز، شيء يزيد متابعين. تحياتي لك واصل. في شيء مستحيل من حبك؟ ما في شيء مستحيل من حبك. تحياتي لك ايمن سيد، والشيء اللي عم تحكي عنه عم نشتغل عليه هلا انا وشاب. ان شاء الله مع بعد كم يوم ننزلكم شيء جديد بكون ما حدا مساوي. هلا عم نفكر شو بدنا نساوي، لانه ما ضل شيء ما حدا من اليوتيوبر يعملوه.
السؤال اللي بعده ابن كوباني، هلا راح أسألك سؤال، بس إذا قدرت ترد رد، وإذا ما تحب خليه سؤالي. أنت من نفس كوباني ولا من ضيعة، ومن أي عشيرة أنت؟ وإن شاء الله بأقرب وقت توصل لحلمك حبيبي. تحياتي لك ابن كوباني. أنا من كوباني، من منطقة، من ضيعة كوباني. أنا مو من نفس المدينة، من ضيعة كوباني اسمها ترميك شيخان. أنا من عشيرة سرخوشي، عشيرتنا بسموها عشيرة سرخوشي. وأكيد ما راح أخجل لحتى أحكي عن حالي وعن عشيرتي ومن وين أنا، ف بفتخر فيهم. أنا من ضيعة اسمها ترميك شيخان، من عشيرة سرخوشي، من بيت أحمد، من بيت حمو خوجة، فأبي هو اسمه أحمد. السؤال اللي بعده، سامي سليمان، خوش بو دستيتا صاحبي سبوس سامي قهرمان. سؤال هو، ليش اسمك قهرمان ومحمد كمان بنفس الوقت بالبيت شو ينادوك، وأي اسم مكتوب على هوية؟ أنا اسمي محمد، فكتير عالم بتناديني قهرمان، فلهيك اخترت اسم قهرمان يكون إلي ولقناتي. ف مو انه والله ما بحب اسم محمد، لا استغفر الله. تعرفوا انه اسم محمد اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فكل اللي بيعرفوني بينادوني باسم قهرمان، لهيك انا ماشي على هذا الاسم. طبعا بالبيت بسموني قهرمان، وبينادوني محمد، وبينادوني ابو احمد. عندي ولد الله يخليكم، اهلكم وحبايبكم، عندي ولد اسمه احمد، فيا بينادوني احمد ابو احمد، يا بينادوني قهرمان، يا بينادوني محمد. وكاتب، وأي اسم مكتوب على الهوية؟ اسمي مكتوب على الهوية محمد. السؤال اللي بعده، رورو رورو، من وين أنت؟ أنا من كوباني، من سوريا، من منطقة كوباني. أنا أصلي كردي وحاليا عايش بنرويج. السؤال اللي بعده، رامان عليكو، أنت من وين؟ من وين؟ من وين؟ أكيد قصدهم من وين. تحياتي لك رامان عليكو، أنا من كوباني حبيبي. السؤال اللي بعده، نروح على السؤال اللي بعده، كاتب حسان حسان، سؤال، ليش ما في تفاعل في القناة تبعك؟ والله ما بعرف ليش ما في تفاعل بالقناة، أنا كمان ما عندي جواب للسؤال. تحياتي لك حسان. قل، انتقل على السؤال اللي بعده، قهرمان ليش مستوى بس مباشر على القناة؟ ليش ما تسوي ليش ما تسوي بس قهرهام، قهرام مو كاتب اسمي مظبوط طبعا، قهرام قهرام، ليش ما تسوي بس مباشر على قانت القانت؟ طبعا راح تشوفوا السؤال كيف هو كاتب. تحياتي لك ييفان يابجي، انا ليش ما تسوي بس مباشر؟ انا حاليا لهلا عن جد ما لقيت برنامج مثل خلق، عن نزلت برنامجين، كل ما بفتح بث مباشر على فيسبوك او على القناة بيصير البينج عندي عالي، فما بعرف العب. يعني بيصير عندي بينج لما بلعب، بصور بكون عندي بينج 24 30 40 60، لما بفتح بث مباشر وادخل على اللعبة بصير عندي البينج ب 500 و700 و800، لهيك ما بفتح بث مباشر على القناة. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يقول، قهرمان ليش ما تسوي مقدمة كردية؟ مقدمة كردية، طبعا ما بسوي مقدمة كردية لأنه في كتير ناس عم تتابعني من أخواننا العرب، لهيك ما بحكي بالكردي كتير بالفيديوهات، وما بسوي مقدمة لأنه في كتير ناس حكيت كذا فيديو بالكردي، أنا والشباب كنا نحكي كردي، فجاني تعليقات إنه ما عم نفهم عليكم شو عم تحكوا، لهيك أنا ما بحكي كردي بالفيديو مشان الكل يفهم عليه. السؤال اللي بعده، عنتر حبيبي، عنتر تحياتي لك، بيسألني شو المنتج اللي عم تستعمله، يعني شو المونتاج اللي انا عم استخدمه. المونتاج اللي انا عم استخدمه اسمه ادوبي بريمير، راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف، اللي حابب يروح ينزله هناك، بس طبعا ما اعرف كيف عندكم بيكون، لانه عندي هون بنرويج لازم ادفع عليه سنويا البرنامج، يعني بمصاري. هلا حاليا نروح على السؤال اللي بعده، محمد خالد، ايش علاقتك بابو سروال؟ ابو سروال والله ما بعرف، اول مره بسمع فيه، بعد ما سمعت بالاسم رحت كتبت على اليوتيوب، طلع لي واحد عنده 600 الف مشترك، فاكيد ما لي علاقه فيه، يعني لا بيعرفني ولا بعرف ولا راح يتعرف علي اصلا. تحياتي له.
السؤال اللي بعده من آلان كردش، إيش قد عمرك؟ وين مقيم؟ شو حلمك باليوتيوب؟ تحياتي قهرمان آلان كردش. تحياتي لك آلان كردش، وعمري قلت لكم 25، يعني بعد شهرين بدخل على 26. وين مقيم؟ مقيم بالنرويج بأوروبا. شو حلمك باليوتيوب؟ تحياتي لك حبيبي. تحياتي لك. أنا حلمي بيوتيوب إنه يكون عندي شعبية، يكون عندي ناس يحبوني، أقدم شيء للناس هنن يحبوه. تعرفوا إنه نحن هلا أوضاعنا بسوريا كله بيعرف كيف الأوضاع، فنقدم شيء إنه عالم تتسلى فيه، تضيع وقت شوي، تنسى الهموم اللي عندها. يعني نعطيهم شيء إنه يخفف عنهم الضغط وينسيهم شوي الظروف اللي هنن فيه. يعني أنا من اليوتيوب ما عندي غير هذا الشيء، يعني انه نسلي العالم قدر المستطاع. نحن ما بيطلع بيدنا نساوي اكثر من هيك. فانه اللي بدي اياه من اليوتيوب انه نقدم شيء للناس، انه ناس يعني تنسى همومها بس شوي، انه لما تتابع الفيديو تندمج بالفيديو تنسى همومها شوي. هذا اللي بدي اياه من اليوتيوب. كينج ايسو، ليش عم تحكي عربي؟ ليش ما تحكي كردي؟ مو انت كردي؟ افتخر بأصلك حبيبي. تحياتي لك، وانا كردي وافتخر بأصلي، ولا يوم طلعت على البث او على اللعبة او على الفيديو ونكرت اصلي. انا كل مين بيسألني بقول له انا كردي، ودائما بحكي انا كردي. ليش ما بحكي يا كردي؟ قلت لكم من قبل انه مشان المتابعين يفهموا علي، مو بس الكراد عم يتابعوني، في عرب عم يتابعوني وفي كراد عم يتابعوني. لهيك احتراما لكم عم بحكي بالعربي مشان اثنيناتكم تفهموا علي. لو بس كانوا متابعيني بس كراد بحكي كردي، بس انه سكوادي في منهم عرب يلعبوا معي، سكواد عربي، فمتابعيني في منهم عرب. تحياتي لهم، نحن كلياتنا اخوة، فلهيك بحكي عربي مشان انتم تفهموا علي والعرب اخواننا العرب يفهموا علي. السؤال اللي بعده، وجلان ابراهيم، قهرمان الغالي ايش قد عمرك؟ جاوبنا عليه انه انا قهرمان عمري 25، قريبا راح ادخل 26. لأي مرحلة أنت دارس؟ أنا بسوريا درست للتاسع، بطلت، ما كنت شاطر كثير، ما كنت حب الدراسة، بطلت من المدرسة، صرت أشتغل مع أهلي، كان عندنا أراضي وزراعة، كنا أشتغل مع أبي ساعده. بعدين طلعت على تركيا، ضليت سنة وثمان شهور، بعدها طلعت على أوروبا. من أمتى أنت بألمانيا؟ أنا مو بألمانيا طبعا، صار لي أنا بالنرويج، صار لي تقريبا 5 سنين ونص، تقريبا 6 سنين أنا بالنرويج. اتمنى تاخذ تعليقي، هاي تاخذ تعليقك. وتحياتي لك وشكرا حبيبي. شيرزاد كوباني، قهرمان انا بابي شيرزاد من منبج، بدنا منك تحية على البث للشباب المنبج. تحياتي لك ولشباب المنبج ولأهل المنبج. طبعا انا بحب المنبج كتير، اللي ما بيعرف انا عشت تقريبا سنة ونص بمنبج، سنة وكم شهر عشت بمنبج، ف عن جد منطقة كثير حلوة وبحب أهل المنبج كثير أنا. وكان عندي صديقة هنيك، كان صديق غالي كثير، وبعدين بسبب ظروف الحرب ضيعنا بعض، هو طلع على لبنان وأنا رجعت على منطقتي على كوباني، فضيعنا بعض، لا عاد فينا نتواصل ولا فينا نعمل أي شيء. بتمنى شي نهار يجي ونلتقي ببعض ونشوف بعض مرة ثانية. كان اسمه أحمد، تحياتي لك أحمد إذا كنت عم تسمعني هلا. تحياتي لك ومشتاق لك كتير، إن شاء الله شي نهار نرجع ونشوف بعض. ولهون بكون وصلنا للنهاية، فلهون بكون وصلنا نهاية فقرة أسئلة وأجوبة. بتمنى إنه كون جاوبت على أسئلتكم كلياتهم، وإذا عندكم أسئلة تانية كمان فيكم تسألوني، إذا حابين نعمل فقرة تانية منها، ننزل حلقة تانية، أي سؤال بدكم إياه سألوني وأنا راح جاوبكم، وإن شاء الله ما راح أخسر معكم، وأنتم بنفس الوقت لا تخسروا معنا. ووصلونا القناة لمية ألف مشترك، لأنه لسه في الموضوع أنه أعمل مسابقة 600 دولار، لسات ببالنا أنه حاطين على القناة إعلان تبع بس لنوصل هاي المسابقة، وأنتوا تربحوا منه وأنا أستفيد وأنتوا تستفيدوا ونساعد بعض، وكلياتنا أخوة، وإن شاء الله ما في فرق بيناتنا، أنتوا أهلي وناسي. وتحياتي لكم وحبكم كلياتكم. ولا بكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ان يكون عجبكم الفيديو وكنت استمتعتوا بهذا الشيء. شكرا لكم وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم.